بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم صباحا مبارك للسيدات والسادة المدراء العامين، إكمال دورة إعداد وتأهيل القادة، وتمنين لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله في مهامهم وما ينتظر منهم بعد إكمال هذه الدورة وهذا المنهاج. بالتأكيد واضح جدية الحكومة ورؤيتها في مسألة التدريب والتأهيل وتطوير القابليات والقدرات، وهو ما تضمنه البرنامج الحكومي. وعلى هذا الأساس افتتحنا المعهد، واليوم نحتفل بتخرج الدورة الأولى، بنفس الوقت باشرة الدورة الثانية، وهذا البرنامج سوف يستمر. الاختيار أكيد اختيار لقادة إداريين مهمين في وزارات الدولة، نعول عليهم كثيرا ونثق بقدراتهم وبحرصهم، وهذا ما لمسناه من خلال متابعتنا لمجريات الدورة. كان هناك حرص واضح ورغبة صادقة في التعلم وإكساب المهارة والاستفادة من هذه الدورة. اليوم احنا مو امام دورة عابرة نضعها في السي في ونقول هذه الدورة انتهت، احنا امام انطلاقة في مفهوم خلق القادة لأداء مهمة. فلا يكون هذا الحدث عابر أمام حضراتكم، لا، بدأت المهمة الآن، وهناك لجان مختصة سوف تتابع أداء هذه الدوائر ومدى انعكاس ما تلقوه من دروس ومحاضرات وبحوث وامتحانات وصولا إلى هذه النتيجة. ليش؟ عندنا هدف، عندنا هدف اللي هو التغيير، نريد الروح إلى فضاء الإبداع والبناء والإعمار. أنا أنتقي الكلمات بدقة، ما أحب الشعارات. إحنا اليوم رغم التحديات لكن أمام محطة مهمة في تاريخ العراق. هذه فرصة لإحداث تغيير حقيقي بعد هذه المخاضات طيلة عقود الماضية. اليوم الأمل بالله سبحانه وتعالى وبالخيرين أبناء البلد. أنتم الصفوة، أنتم القادة، أنتم اللي ننتظر من عندكم تغيرون المعادلة وتنجح الوزارة والمؤسسة وننفذ هذه الخطط وهذه البرامج ونحقق فعلا التغيير في الاقتصاد، في الخدمات، في البناء، في التعليم، في الصحة، في كل شيء. هذه محطة مهمة تحتاج تضافر الجهود وتكاتف من جميع أبناء هذا البلد، خصوصا القادة المتصدين. وأنا بصراحة عندي يقين أنه هذه الصفوة الخيرة هي أفضل من يعول عليها في إحداث هذا التغيير، بحكم ما تمتلكه من تجربة، من خبرة، من رغبة وطنية صادقة بتكليف شرعي أخلاقي أن نساهم في تحقيق هذا التغيير والانتقال إلى بلد يسود الأمن، الاستقرار، النماء، الرخاء، الازدهار، وهذا ممكن بحكم ما نمتلكه من فرص كثيرة. أنا أريد أتحدث في ثلاث عناوين. أولاً العنوان الأول دور القادة في بناء البلد، في بناء الدولة. كحكومة نعتقد أنه ونؤمن بأنه القادة الإداريين هم أداة مهمة في تحقيق هذا البناء، حتى ننفذ خطط استراتيجية وبرنامج حكومي وما شاكل
يجب أن يبدأ من خلال الأدوات الناجحة. فإذن هذا هو المفصل الأساسي لدوركم، يعني الخطة وتنفيذها يعتمد عليكم، ما راح احنا ننتظر الصدفة في الأداء وتقلبات لا، نريد خطة، عدينا الخطة ورؤيتنا واضحة، نريد ننفذها. كيف ننفذها؟ ننفذها من خلال القادة. فمعول على هذه الوجوه الخيرة أنه تحقق هذا الدور، وهذا راح يؤدي أولا نعزز وحدتنا الوطنية ونحافظ على هذه الوحدة اللي هي أساس أي استقرار وأمن وتطور وتقدم، وبنفس الوقت نقوم بواجبنا، واجبنا في تقديم الخدمة لأبناء الشعب. بالنتيجة راح نحقق النجاح. القادة اللي معول عليهم لهذا الدور بالتأكيد لازم قائد يمتلك الثقة بالنفس، عنده رؤية، عنده إمكانية في خلق الاستراتيجيات وإحداث السياسات والخطط والبرامج، عنده قدرة على مواجهة التحديات. العبرة وين؟ العبرة بالأزمة، كيف تدير الأزمة وتوجد لها حلول. واليوم المدراء العامين إذا ما يوجدون حلول، الوزير شو يقدر يسوي؟ والحكومة شو يقدر تسوي؟ احنا من السهل نقول انه هذا الأزمة والتحدي وهذه المعطيات المالية والإدارية والقانونية ونتخلى عن المسؤولية، وبالنتيجة راح نظل احنا في حلقة مفرغة. هنا يبين دور القائد انه هو اللي عنده إبداع ويقدم الحلول لهذه التحديات. انتوا راح تصيرون واجهة امام مستثمرين، امام شركات أجنبية، امام مؤسسات دولية، وراح تعكسون واقع العراق وما يمتلكه من قيادات إدارية مؤهلة تمتلك كل المقومات، القائد الإداري اللي ممكن يمثل بلده في هذا المفصل أو ذاك. وبالتأكيد هذا راح يساهم في تعزيز علاقتنا مع الدول، مع المؤسسات الدولية. العنوان الثاني، مساهمة القادة في تطوير المؤسسات الحكومية. كيف تطور هذه المؤسسات؟ من خلال القادة. فالقادة إذا ما عنده أفكار، إذا ما عنده خطة رؤية، كيف ينهض هذه المؤسسة؟ ودائما نعرف القيادات الإدارية الناجحة هي اللي تلعب دور حاسم في النهوض بالمؤسسة. عشاكم الدائرة أو القيادة الإدارية الفاشلة هي اللي تنهي المؤسسة وتقتل أي روح في التقدم أو إنجاز ما مطلوب منها من مهام. فحتى نطور مؤسساتنا يرادنا قائد ملهم عنده إبداع يحفز موظفيه على كيف أنه يؤدون واجباتهم ويخلق بيئة عمل جاذبة تشجع على الإبداع، على التعاون، على الابتكار في إيجاد الحلول. القائد حتى ينجح في مؤسسته الإدارية لازم يتواصل مع موظفيه ويتعاطف مع احتياجاتهم ويحل مشاكلهم. ما تقدر أنت تنجح وأنت موظفينك غارقين في المشاكل أو تخليهم يواجهون التحديات بدون ما تنزل على أدق التفاصيل وتهيئ له بيئة عمل ملائمة حتى ينجز ما طلبه من مهام. القيادات الإدارية أيضا في ظل نقدر نقول عندنا فوضى، تشريعات، هياكل إدارية، مطلوب من عدة أيضا أن يبحث كيف يصلح هذه المؤسسة. هل في المبادرة في تعديل قانون، في تشريع، في إعادة هيكلة؟ يكون يقدم فد رؤية، لا ينتظر السلطة التشريعية أو ينتظر مؤسسة أخرى. هو يشوف هذه المؤسسة، خصوصا إحنا دولة عريقة، قوانين قديمة، اكتشفنا هنا عندنا قوانين من أيام الدولة العثمانية، من الملكية عندنا قوانين، فمؤسساتنا يراد لها تحديث مع هذا التطور. فمن اللي يبادر؟
القائد الإداري اللي هو يعرف المؤسسة مالته وبتماس مباشر مع الخطط مع احتياجات المواطنين يكون يبادر يقول اليوم هذا يراد لنا هذا الإصلاح في تعديل في هيكلة. حتى ينجح القائد لازم يكون قدوة، قدوة في كل السلوكيات، من النزاهة، من احترام الوقت، من الالتزام بالقانون بالدستور المظهر العام. في هذه الحالة راح يكسب احترام العاملين، راح يتفاعلون معه وهم يقلدوه. قائد الإدارة لازم يتحمل مسؤولية قراراته، هو مسؤول، ارتضى نفسه أنه يكون مدير عام في هذه الدائرة. إذن صاحب قرار، صاحب قرار، وقراره يفترض يكون مدروس، يساهم مع معيته في صناعة هذا القرار ويتخذه ويتحمل مسؤوليته ويدافع عنه. لأنه اليوم بصراحة ضعف المؤسسات هو بسبب تردد القادة في اتخاذ القرار. ماكو أسهل من تفضل بالاطلاع والتنسيب. طيب أنت شنو شغلك؟ أنت المدير العام المسؤول عن الدائرة القانونية الملم بالقوانين، أنت تعطيني المخرج مو تعقد لي الإجراء، أنت المسؤول المالي، أنت المسؤول الإداري، تتخذ القرار المدروس وتدافع عنه ويكون يؤدي إلى حل مشكلة مو إلى تعقيد. اليوم إحنا في ظل هذا الوضع المتسارع في التطور التكنولوجي، العامل الفني عامل حاكم في النهوض بواقع المؤسسة وتطويرها. بدون اللحاق بالركب احنا متأخرين جدا. أنظمة وبرامج وتطبيقات ووسائل قاعد نشوفها في دول الجوار. فمعيار بصراحة القائد الإداري الناجح هو مدى التزامه واستخدامه واستثماره لهذه التقنيات وهذه التكنولوجيا الحديثة في الأتمتة وزيادة كفاءة إنتاجية مؤسسته وأقسامه. وطبعا هذا راح ينعكس وين؟ على مستوى الخدمات للمواطنين. احنا اليوم كنا حتى من الشعار اللي رفعناه على الحكومة حكومة الخدمة يكون يراد له مصداق. هذا المصداق والمواطن، أنا ما يهمني النسب والتقارير، يجوز هي معيار مؤشر، لكن من أشوف مواطن يتذمر وأشوف مواطن يضطر يسوي مناشدة، واليوم على هذا التواصل اللي موجود والتليفونات فيديو خلال ثواني ينتشر مو بالعراق بالعالم كله، يظهر تلكؤ الدائرة في تقديم الخدمة ينسف كل الجهود اللي بذلتها هذه المؤسسة وهذه الدائرة خصوصا الدوائر الخدمية. يوم أمس أنا نقلت فيديو لجروب السيدات والسادة الوزراء على الموظفين في إحدى دوائر وزارة العمل هيئة ذوي الإعاقة. الفئة هنا ذوي الإعاقة، يعني مو مواطنينها ما صحة وممكن نقول يتحمل، والموظف قاعد في غرفته مدير قسم والمكيف يشتغل، وهذا المواطن اجى صوره وجيش من المواطنين ذوي الإعاقة واقفين بالشمس برا ينتظرون هذا الشباك حتى يمشون معاملتهم. احنا نعرف اكو مراجعين راح يجونا من هذه الفئه، عندهم اكو فد تبليغ حتى ينجزون تحديث بيانات كذا. يفترض نجي نباوع للدائرة ايش قد الزخم راح يجي، ايش قد عدد الموظفين، شلون نبرمج حضورهم. ما كان بالامكان نخليهم قاعدين في مكانهم والتطبيق ورسالة ونقول له دزلنا البيانات. هاي الخدمة هذه منو اللي يقدمها؟ القائد الإداري يقعد مع مدراء اقسامه، ترى احنا عندنا اكو فد حدث مهم، اكو فد اجراء يستوجب مراجعه مواطنين، وغيرها في كل وزاره، لكن لازم نراعيها. وانا اتكلم عن ذوي الاعاقه اللي هو معيار احترام الدوله لشعبها، انه اقصى ما لديها من اليات عمل سهله مرنه تقدمها لهذه الفئه. فمساله الخدمه للمواطنين
الأخوات الأخوة معيار أساسي. وبصراحة إحنا أساس التقييم لكل القيادات من أبسط مسؤول إلى المتحدث يجب أنه أيضا يقيمنا مجلس النواب على مستوى الخدمة. لو إحنا أهلا لهذه المسؤولية ونقدم خدمة للمواطنين نستحق نبقى. لو والله إحنا عجزنا وما قدرنا نستثمر هذا الوقت فخلي نفسح المجال لغيرنا ممكن يقدم الخدمة لأبناء شعبنا اللي تحملوا وما تحملوا طيلة عقود من الزمن. وهذا التقييم طبعا راح يعتمد على هذا الموضوع مدى تحسين الخدمات اللي نقدمها للمواطن. العنوان الثالث هو دور القادة في التغلب على التحديات اللي تواجه الحكومة العراقية. نواجه جملة من التحديات اقتصادية إدارية وخدمية وتنعكس على الأمن والاستقرار. يعني اليوم الأمن والاستقرار أنا أحقق بنزول القوات وبالأجهزة الأمنية وبالتسليح، لا هذا العالم كله. اليوم كيف إحنا نقدم خدمة ونساهم في تعزيز الثقة بين الدولة ومؤسساتها مع المواطنين، هو هذا كفيل بإنهاء أي إثارة للعنف أو استخدام المواطن بحسابات سياسية أو مطلبية أو انتقامية من البلد. يقطع الطريق حتى على المخدرات. اليوم المواطن من عنده وظيفة وعنده خدمة وعنده دولة يشعر أنه توفر له العدالة والمساواة وما تميز بين المواطنين، فكيف نساهم في ما هو دور القادة في مواجهة هذه التحديات؟ بالتأكيد هذا يدخل في جملة عناوين فرعية في بدايته، كيف نكافح هذا الروتين والبيروقراطية ونبسط الإجراءات للمواطن ونطور الأنظمة والعمليات حتى أداءنا يكون أكثر فاعلية وإنتاجا. ويوميا نسمع عن التقارير إنتاجية الموظف العراقي بالدقائق. هو ليش هذا العدد الهائل من الموظفين اللي يوصل 4 مليون وفق الجداول التي سوف تعرض على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء؟ 4 مليون شنو كفاءتهم؟ وين إنتاجيتهم؟ غير كون أكو فت خدمة وفت واقع جديد يلمس المواطن. التحدي المهم الفساد. من السهل علينا أنه نحقق ونقصر ونحيل أو نأخذ ملاحظات من ديوان الرقابة أو أخبار ونحيلها للنزاهة وتروح للمحاكم. هذا إجراء ممكن، بس هو هذا أقصى إجراء لأن هذا فيه خسارة للموظف. وإحنا كنا نتحمل مسؤولية. شنو هي المسؤولية؟ المسؤولية أنه نكون نتابع الموظف، كون سلامة الإجراءات وخصوصا قضايا الصرف والأموال والمغريات. نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مرات الإنسان يضعف، وجوز كنا هنا مرينا في حالة من الضعف، في عوز، في طموح، في كذا. لا، هاي القضية ممكن عادية ما بيها إشكال، يوقع الموظف. والآن الفاسدين يتفننون في محاولات الإغراء والالتفاف على الموظف. فإحنا دورنا كمسؤولين على معيتنا كنا نحافظ على موظفينا. هذه البداية، الإجراءات الوقاية. بعدين نجي للردع، نجي للمحاسبة بدون تردد، لأنه الفساد هو معطل لكل هذا الحديث. لا يخلق قادة ولا ينجح مؤسسات ولا نقدم خدمة ولا يتحقق أمن أو استقرار في هذا البلد. هذه الأموال الطائلة اللي إحنا مخصصها في كل موازنة يفترض الواقع ما أنه متغير تماما. إحنا اشتغلنا بأموال بسيطة وأحدثنا هذا الفارق الآن اللي يشعر به المواطن، أنه فعلا أكو حكومة خدمة وبدأت تلامس احتياجاته ومعاناته. طيب وين كنا احنا في هذه الأموال الطائلة؟ لأنه ما كان أكو تخطيط وأكو سوء إدارة وأكو تخطيط للاستفادة من الأموال نوجهها في حتى في نوعية مشاريع حتى نستفاد منها.
الاستفادة الحرام أعوذ بالله، وضاعت هذه الأموال. إحنا بالأربعة وعشرين نتحدث عن بنى تحتية، بالأربعة وعشرين محافظات وأقضية ونواحي عندنا تفتقر للبنى التحتية. عندنا أقضية مستشفياتها من سنة الخمسينات والستينات، فالفساد تحدي إذا ما يكون أكو إرادة وأكو رؤية وأكو قرار وأكو شجاعة. إحنا متصدين، يعني المتصدي شنو يريد؟ لحد ينتقده خاف اتخذ قرار ويتحدثون عليه بوسائل التواصل. إحنا متصدين، منو قال لك تتصدى؟ أنت واثق من إجراءاتك وعندك ثقة بنفسك وبقرارك وتشوف هذا قرار صح، استمر به ولا تهتم ولا تلتفت. هذا الضجيج يريد يخلوكم تعوفون عملكم حتى تنتبهون لهذه الأصوات. عطلت قرارات لمستويات قيادية في البلد، لأنه أطوا معيار وأهمية لهذه الأصوات. القائد الإداري يخلي مكافحة الفساد هدف أساسي وما يلتفت ويتحمل كل تبعات أيا كانت في كل دائرة وفي كل وزارة والدولة بشكل عام. أكو موارد لحد الآن ما مستثمرة، هنا تظهر قدرة وإمكانية القائد الإداري في كيف يستثمر هذه الموارد اللي عنده. احنا مرينا في أزمات مالية في أوقات كانت موازنتنا صفر ومؤسسات الدولة استمرت بالعمل وتقدم الخدمة، فما معناها نقدر نتكيف مع كل الظروف. ليش نطلب الأموال والتخصيصات وإحنا عندنا موارد وإحنا نعرف عندنا عجز؟ وأكيد النفط سعره 80 دولار وكذا، بس إحنا نتكلم مع قادة مسؤولين. هذه الأموال ممكن أن أوفرها لمجالات أخرى، قال أستثمر اللي عندي، أستثمر الموارد اللي عندي على مستوى الدائرة والمؤسسة، ومجتمعا في الوزارة نستثمر ما لدينا من إمكانات في استثمار موارد البلد وثرواته حتى ندفع إلى المزيد من التنمية. إحنا لحد الآن قبل يومين يلا أعلننا الجولة السادسة لتراخيص الغاز الطبيعي، صارنا عقود ما مستثمرين هذه الثروة. ليش؟ هي تبدي من الدوائر، من المدراء العامين للشركات، وصولا للوزير، تخلق رؤية واتفاق وهدف وخطة تصعد للحكومة وتقرها. ناس الآن العالم قاعد يبحث عن بدائل عن النفط والغاز، وإحنا الغاز الطبيعي ما مستثمرين. وهكذا موارد لدينا. وزير الأخ وزير الصناعة سولف لي على مسح الجيولوجي وعلى المعادن اللي موجودة عنده أحد المدراء العامين قافل على نص ويفسر بهذا التفسير. هذا التفسير يمنع استخدام هذه الموارد الطبيعية نهائيا. يقول قعدت وياه فهمته وشرحت له وكذا يلا اقتنع، وهذه السنين كلها معطل استثمار هذه الموارد. عندنا أمثلة كثيرة، فأشير أنا لهذه النقطة أنه كيف يساهم القائد في استثمار الموارد بكفاءة من خلال خطة واستراتيجية وتنفيذ لبرنامج مستدام. كل هذه الأمور أخوان أخوات راح تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار. كل ما الدوائر والمؤسسات تعمل بشكل صحيح راح يكون حالة من الاستقرار المجتمعي، خصوصا عندما تقترن بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المواطنة. احنا نعتز بهذا التنوع اللي موجود في بلدنا. يجب ان يكون المعيار الكفاءة، هذا المعايير اللي ذكرناها، مزاح، خدمة، تطور، ابداع. ما نسأل شنو هذا خلفيته، وضعه، توجهه، ميوله، هذا عناوين محترمة وتوجهات وأفكار ومواقف محترمة. أنا اللي يخدمني كقائد لهذه المؤسسة شقد ينجز، شقد يقدم هذا المسؤول، هذا الموظف، هذا المعيار الأساسي. احنا نبحث على اللي يهدف، عندنا وقت قليل جدا، فنريد الأدوات الناجحة. لن نخرط في قضايا فرعية و
محاصصة وأحزاب وتوازنات وغيرها. الكل سواسياً دستورياً قانونياً منطقياً حتى تنجح هذه المؤسسة. أكو قضايا قد تنظر إليها الدائرة والمؤسسة أنه هذه قضايا مكملة، إحنا نتحدث عن تغيرات المناخ وتأثيراتها والبيئة، لا، هذا تحدي يواجه الدولة وكل مؤسسة مطلوب من عندها مساهمة. اليوم عندنا مقررات أو التزامات مؤتمر دبي 28، هذا ما يخص وزارة البيئة، كل الدوائر والمؤسسات، الفريق التفاوضي يكون ندعمه، لأن أكو تحدي. أنا قاعد أتحدث دور المؤسسات، دور القادة في مواجهة التحديات، مو تحدي دائرته أو وزارته، كل التحديات اللي تواجه الدولة. من نقول تعزيز دور المرأة، مو قضية تكميلية، أريد نجامل النساء، أكثر من نصف المجتمع المرأة، وطاقات وكفاءات مهمة معطلة بسبب الحالة الذكورية اللي عندنا في مجتمعنا. من نقول أكو قسم للمرأة يرتبط بمكتب الوزير، يكون هذا القسم اللي يعكس سياسات يقرها المجلس الأعلى تنعكس على الدوائر، والقائد الإداري يكون ينطي احترام واهتمام للمرأة وينطيها هذا الدور، مو نمارس هذا النوع من التحجيم والتهميش. أيضا حتى تنهض هذه المؤسسة وتكون عندك أدوات، لأن إحنا مو فقط نعد القادة، يكون القادة يعدون موظفيهم، يبحثون عن الطاقات الشابة ويحتضن الموظف الموهوب، مو يخاف منه، خاف هذا ينمو يكبر بكرة يأخذ مكانه، لا، هذا أداة مهمة إليك، هذا فريقك يعززه وينجحك في أداء مهامك مهما كانت إمكانياتك وطاقتك، أنت ما تقدر تنفذ كل شيء. فكون ننتبه للموظفين ونخلق هذا الحافز ونشئ أجواء العدالة بيناتهم، بالإيفاد، بالدورات، بالمكافأة، بالترقية، بالغيرة، بالعلاوة، أضفة ميزة، مو الموظف اللي يدور على حالات التسيب وعدم التصدي مع موظف يتواجد وما يعرف دوام ولا يستمر بتقديم العطاء. يكون عندنا فد نوع من الانتباه لهذا الموضوع. ختاماً أبارك كل المتخرجين من أخوات الأخوة، أتمنى لهم النجاح في مسيرة عملهم اللي هي بالتأكيد راح تنعكس على أداء وزاراتنا، على أداء برنامجنا الحكومي في هذه المرحلة والحساسة. أيضاً أثمن جهود إدارة المعهد، الأساتذة لطول المحاضرات، وأتمنى عليهم يستمرون في الاستثمار في إعداد القادة الإداريين، وأيضاً يحدثون ويوفرون برامج تدريبية وتطويرية متخصصة تخدم القادة الإداريين في مهام عملهم. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.